السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. هنبدأ النهاردة معكم الخواص الكيميائية للفلزات واللا فلزات. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، وتعرفوا زمايلكم على الفيديوهات عشان كلنا نستفيد. نبدأ إن شاء الله الخواص الكيميائية للفلزات واللا فلزات. الفلز خدناه في سنة أولى إعدادي ما ينتهي مستواه الخارجي بواحد أو اتنين أو تلاتة إلكترون، واتفقنا إن الصوديوم 11، عرفنا اللي هو فلز منين، 2 8 1 التوزيع الإلكتروني، ينتهي مستوى الأخير بواحد، إذن هو فلز. المغنيسيوم Mg12 2 8 2 ينتهي باتنين، إذن هو إيه؟ فلز. عند الألمونيوم 13 2 8 3 إذن هو إيه؟ فلز. طيب الخواص الكيميائية النهاردة هنتكلم عن تفاعل الفلز مع الأكسجين، مع أكسجين الهواء الجو. طبعا دي خدناها قبل كده برضو في سنة أولى إعدادي، مغنيسيوم زائد أكسجين. طبعا الأكسجين في صورة جزيء يبقى إشعال، شريطا من المغنيسيوم في جو من الأكسجين. طبعا هنا الأكسجين في صورة جزيء، المغنيسيوم هنا ذرة واحدة، إذن بنحط هنا 2 عشان وزن المعادلة. بعد كده بلغة الرياضة بناخد 2 عامل مشترك MgO، يبقى ده فلز مع الأكسجين اداني أكسيد مغنيسيوم. أكسيد مغنيسيوم ده بنقول ضوء مبهر ثم مسحوق ابيض. لما بيتعمل في المعمل بنجيب شريط من المغنيسيوم وعملناه في اولى اعداد السنه اللي فاتت، اشعلناه بلهب او بعود كبريت، طبعا بيدي ضوء مبهر. طلبه في المعمل مش هنشوف يا مستر، لا، اللهب بيبقى قوي جدا عامل زي اللحام بتاع الحديد، ضوء مبهر ثم مسحوق ابيض. هو مين المسحوق الابيض؟ هو اكسيد المغنيسيوم. طيب اكسيد مغنيسيوم معناها في العلوم والكيمياء اكسيد فلز. انا بقول الكلمه دي ليه؟ لان عندي اكسيد المغنيسيوم لما نضيف له ميه بيديني قلوي، ودي مهمه جدا. اذا اكسيد الفلز بيعطيني في الاخر اكسيد ايه؟ قلوي او اكسيد ايه؟ قاعدي. في كسر روابط جزيئات المواد المتفاعله بنطبق اللي خدناه في اولى اعدادي، الميه H و OH، عشان نعرف نحل المعادلة ببساطة. في عندي OH جاهزة، OH جهزناها، المغنيسيوم ثنائي بياخد الاتنين مع بعض، يبقى Mg OH كل 2، يبقى ده أكسيد قلوي. أكسيد قلوي نحط القاعدة كده مع بعض، أكسيد الفلز حينما يتفاعل او يذوب مع الماء بيديني اكسيد ايه؟ قلوي. دي اسئله امتحانات، يبقى الفاء هنا نفتخر مع القاف اللي هي القلوي او القاعدي. طيب ده التفاعل الاولاني. التفاعل الثاني مع الاحماض. انا عندي هنا تفاعل اي فلز وليكن الحديد، وممكن نقول مغنيسيوم برضه، الحديد مع حمض الكبريتيك. طبعا الحديد انشط كيميائيا من الهيدروجين، يبقى هنا احماض مخففة بنكتب دايليوشن او كلمة مخفف بالعربي، بس بكتبها دايل عشان اعرفكم برضو ساعات محافظات بتكتب كلمة دايل على السهم، يبقى نعرف اللي هي مخفف. يبقى الحديد هيطرد الهيدروجين تصاعد، طبعا بيعمل صوت فرقعة في المعمل لما نيجي نشغله ونعمل قرب عود كبريت،
زائد الحديد حل محل الهيدروجين FeSO4. هل هي المعادلة دي بس؟ لا، ممكن مغنيسيوم زائد حمض كبريتيك او حمض هيدروكلوريك. طب لو جبنا حمض هيدروكلوريك نبص كده المعادلة، مخفف او ضايل. طبعا الهيدروجين او HCl حمض الهيدروكلوريك احادي، المغنيسيوم ثنائي، اذا بنحط ايه؟ 2 هنا. طب انا مش عارف المغنيسيوم هيجي يطرد الهيدروجين، هيطرد ذرة واحدة، ما ينفعش، لازم غاز الهيدروجين في صورة جزيء. اذا هيطلع لي الهيدروجين والمغنيسيوم هيحل محل مين؟ الهيدروجين. يبقى الوقت هنا MgCl2. يبقى ده الفلزات. نيجي للا فلزات، ما ينتهي مستواه الخارجي بخمسة أو ستة أو سبعة. طيب خمسة أو ستة أو سبعة الكترون، الأمثلة بسرعة، نيتروجين N7، 2 5، انتهى بخمسة فعلا اهوت. أنا عندي الكبريت 16، 2 8 6، انتهى بستة. كلور خلاص 17، 2 8 7. نركز أوي في الكلام ده، ما ينتهي بخمسة أو ستة أو سبعة. طيب نيجي التفاعلات، تفاعل مثال عندنا الكربون، وخدناها برضو في أولى إعدادي، التفاعل مع اللي هو اللا فلز اللي بنتكلم عنه، وليكن المثال الكربون مع أكسجين الهواء الجو، الهواء الجو. طبعا عندي الكربون إشعال قطعة من الفحم أو الكربون في جو من الأكسجين، سهم عليه حرارة بيديني ثاني أكسيد إيه؟ الكربون. ثاني أكسيد الكربون ده بنسميه أكسيد لا فلز، أكسيد لا فلز. يعني إيه أكسيد لا فلز؟ ناتج من تفاعل لا فلز مع الأكسجين، زي ما قلنا أكسيد إيه؟ المغنيسيوم أكسيد فلز، لأنه ناتج من تفاعل فلز مع إيه؟ الأكسجين. طب الناتج اللي طالع ده ثاني أكسيد الكربون لما يتفاعل مع المية، طبعا مفيش تكسير، مفيش تأين زي هنا، ايه اللي بيحصل؟ ذرة اكسجين بتيجي هنا بقت مجموعة كربونات، خلاص الهيدروجين متواجد، اذا H2CO3 اللي هو حمض الايه؟ الكربونيك، حمض الكربونيك. خلينا برضو نحط القاعدة، اكسيد اللا فلز بينتج عنه اكسيد او اكاسيد حامضية. يبقى في قاعدة هنا مهمة جدا جدا جدا، أن الأكاسيد اللا فلزات حينما تتفاعل مع الماء تعطي أكاسيد إيه؟ حامضية. طب هنا أكسيد الفلز بيعطي أكاسيد إيه؟ قاعدية أو أكاسيد إيه؟ قلوية، أكسيد القلو. نمرة 2 مع الأحماض، ودي ساعات بنعملها عشان نلخبطكم، هنا لا يحدث تفاعل مع الأحماض بصفة عامة، سواء مخففة أو إيه؟ مركزة. يبقى أي عنصر لا فلزي لا يتفاعل مع إيه؟ الأحماض. يبقى ديت عندنا المقارنة بين الفلزات واللا فلزات كخواص كيميائية. وخدنا قبل كده أن الفلز في الجدول الدوري يزداد نشاط الفلز من أعلى لأسفل في المجموعة، يعني وان ايه كان اكثرهم صفة فلزية السيزيوم، لو فاكرين سيزيوم 55 اكثرهم نشاط. طب في الدورة الافقية، دي خواص فيزيائية بقى، هنا في الدورة الافقية العكس، الدورة الافقية هنا بتقل الصفة الفلزية، يعني بتبدأ بفلز قوي ثم يقل أشباه فلزات، ثم تبدأ اللا فلزات وتنتهي بلا فلز قوي. يبقى الدورة الأفقية تبدأ بفلز قوي وتنتهي بلا فلز إيه؟ قوي. طبعا الكلام ده قبل مين؟ المجموعة الصفرية، عشان نكون واضحين في الجدول الدوري. إن شاء الله الحلقة القادمة
هنكمل بقية الوحدة، هنبدأ ناخد جهاز فولتاميتر هوفمان، استخداماته، المعادلة المستخدمة، ورسم الجهاز، والأسئلة اللي بتيجي عليه إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، ولا تنسوا الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.